فاز النجم العراقي سيف عامر بجائزة أفضل أغنية مسلسل رمضاني من مسلسل بنات صالح في مهرجان الهلال الذهبي الرابع. سيف حضر الحفل في بغداد، وهذا كان انطباعه الأول عند وصوله. والله بقى احنا السنة الماضية ما قدرت احضر، ان كان عندي بسبب الحفله، يعني عندي حفلات كانت ونقول انه هيك مهرجان واحد يستاهل يجي له، لانه انا اعتبره الاول بعدنا بالعراق. كيف وصف سيف تعاونه مع مسلسل بنات صالح في اغنيه العمل التي فازت بالجائزه؟ يعني شيء جدا رائع، يعني نقول الحمد لله، يعني خطوه جدا صحيحه. طبعا انا كاتب صار لي ساعة أكتب إيش راح أقول، لأن الكلام جدا قليل أقوله لهالناس الطيبة ولهالفنانين ولكل المشجعين وكل الحاضرين. أول شيء شكر خاص بالبداية، أحب أشكر جميع العاملين على هذا المهرجان الكبير الحقيقي الأول في العراق، هو مهرجان الهلال الذهبي الذي يستحق كل كادره الحب والاحترام. الدورة الرابعة التي تحمل اسم الأستاذ الكبير سامي قفطان، وفي مقدمتها الشكر والتقدير للأستاذ الإعلامي حيدر النعامي. طبعا الكلام هواية وما أريد أطيل عليكم، شكرا جزيلا. احنا ما ردك تطول، لكن نريد نسمع شيء من العمل الآن لايف أمام الجمهور ولو بإحراج مرة هذا على الفنان. طبعا هاي المرة الثانية، العام ما اجيت يعني كان عندي حفلة واعتذرت من الأستاذ حيدر، وتايتل أم بديلة، مسلسل أم بديلة حبيبية، أوكي، وما استلمت العام، كان حيدر موجودة عندي يقول لي ألا تجي هاي السنة الثانية موجودة موجودة وراح تستلم جاهزة، لكن بعد ما نسمع شيء أكيد. أوكي، من عمل الجمهور الكريم. أوكي، خلي هم يختارون، تريدون طيبة طيبة طيبة، أوكي اثنين نسويهم طيبة وحبيبية، اوكي يلا بس تغنون وياي. اي طبعا. الطيبة صارت شي قديم، والوفي سموه الغشيم، اجابني يميك عالم بس اقول الله كريم. زعلان من كل البشر، زعلان حتى من الصور، لحد يدق بابي بعد يا ناس انا قلب انكسر. بيا حجي لو ينحجي يمكن يموتكم بجي، ما اريد تاني الما يجي يا ناس انا قلب وياي وياي انا مو مصر بس والقلم وتبغالي تقضى العايش بلياي، وبهاي وبهاي الله يقبل بهاي، اداوي جروح غيري وانا ناس جروحي الهواي، عايش حياتي بلا سبب بس بعد ما يسوى العتب، ضليت ما احس بالتعب من ضيم دنياي. اسلام صوتك، اسلام صوتك.